تأقلت على الله وأصغيت إلى حجته وبيناته فلا تخف ولا تحزن. إذا تعلمت وزدت علما وتمسكت بالكتاب والسنة فلا تخف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا مهما يقول. والعامي اسمع يقول الشيخ، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء، كما قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. هذه امرأة موحدة عجوز سافرت إلى بلد في قبر من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القبر يعني حفيد من أحفاد النبي، فمرت أمامه شافوها ناس فقالوا تعال تعال وين انت يا زيارة هني عند القبر؟ قالت لا والله أنا مريت. قالت لا يطوفك القبر، ادعي هذا من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. ايش قالت الموحدة؟ قالت عندنا محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم اللي أحسن منه، ما دعيناه عشان ندعي هذا. شوف هذه عجوز موحدة ما غلبوها أهل القبور. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان.